من روما عبر سكايب دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. أهلا بك دكتور فؤاد. إذن فصل بلازما دم المصابين المتعافين واستخدام الأجسام المضادة لعلاج المصابين هو أمر متبع ومعروف لأمراض سابقة، ولكن بالنسبة لكورونا ما مدى نجاعة الأمر، وهل تم تجربة ذلك في إيطاليا وماذا كانت النتائج؟ مساء الخير للجميع. مساء الخير أخ فيصل. بالنسبة للعلاج مهم اليوم نذكر في نقطتين مهمات قبل ما نحكي عن البلازما ثيرابية، وإنه إحنا قاعدين بنعالج في أعراض الأمراض اللي مسببها الكورونا فيروس الكوفيد 19. نستعمل عدة أدوية، واحدة من هاي العلاج بنستعمل البلازما للمصابين اللي تشافوا من كورونا فيروس بعد كم يوم واثبت انه فيش عندهم المرض، وبنعطيه لمصابين بس مش لكل مصابين، سوف يختارون حسب اسباب مهمه بالنسبه لمين اللي بيقدر ياخذ البلازما. وكان مستعمل من مدة شهر ونص تقريبا في إيطاليا للكوفيد 19، والنتائج جيدة زي مع الدواء ضد الريوماتيزم والأدوية الثانية اللي بنستعملها للكوفيد. إحنا في حرب ومجبورين نستعمل أي علاج اللي بنقدر نساعد فيه المصابين. طب كويس دكتور فؤاد، يعني من الناحية العملية ما مدى نجاعة الأمر؟ ما مدى توفر هذه العدد اللازم من المتبرعين؟ هناك شروط خاصة للتبرع. من الناحية العملية يعني كل مريض تعافى، هل نستطيع أن نقول بأنه يوفر فرصة علاج لمريض آخر أو أكثر أو أقل؟ كيف تجري الحسبة؟ في شروط مهمة. أول شيء مين اللي بتبرع في البلازما وبالدم، ومين اللي بده نعطيه البلازما. اللي بتبرع بالدم لازم ما يكونش عنده أمراض مسنين مهمة، أمراض معدية، أمراض في الدم نفسه، لأنه إحنا أثبت في تحليل جثث اللي توفوا في إيطاليا إنه في كثير أمراض دم، جلطة الدم، وهي بنعطيهم دواء اللي اسمه إبرينا. هدول اللي الناس عندهم أو أخذوا إبرينا دواء.